المزيد من الراغبين في الراحة والاستجمام والتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة. التقرير التالي يرصد أجواء الخريف في هذه الولاية. مناظر طبيعية خلابة لا شيء يكدر صفوها، ومشهد خريفي أخاذ يبوح بأسراره لكل الراغبين في اكتشاف ما تسخر به ولاية الحوض الشرقي من مناظر خلابة. هذه الأجواء الخريفية تشد إليها الرحال رغبة في التمتع بنسيمها العليل ومياهها المتدفقة عبر الوديان والجداول في أجواء طبيعية هادئة. موسم الخريف هنا يستقطب العديد من الأسر الباحثة عن الراحة والاستجمام وسط محيط طبيعي أخاذ. خريفة النعمة خريفة متميزة السنة، في أطراف النعمة كاملة، نواحيها كاملة كانت تبارك الله ما هي عادية. هذا هو اللي واسى الناس كاملة، كيفنا وكيفكم، نأخذ الدحميس نتنزهون ونحضروا في هذه الأجواء اللي هي اللي ما يحضر فيها موحد في النعمة حالا، والله في واحدة من هذه مدن الداخل. وهذا بذي المناسبة ندعو الناس كاملة اللي مثلا في العاصمة واللي كانت متعبتها ظروف العمل إلى آخره إلى آخره، تجي تحضر في هذا الخريف اللي هو على الأقل تستمتع بمناظرها السياحية في بلدها. أنا هاي من الناس اللي يقس البادية، من النعمة يقس البادية، ما شاء الله زينة في زمن الخريف، جاوها ما شاء الله مطار زينة ما شاء الله، وخرفت وكثر ما شاء الله الماء والربيع ما شاء الله واللبن تبارك الله ياسر، والناس اللي كانت مهاجرة شرنا وشضر، لأن احنا زمن الصيف صين الشاهد وحمال ما هو معقول، وبتبارك الله سينا قاع انه بينا ما شاء الله هذا الجو الزين جو الخريف ما شاء الله، والناس كامله تمشي تقيس الباديه تغير الجو، تمشي بالشاشه عقب على سنه الدراسه تمشي تغير الجو. تتوفر ولايه الحوض الشرقي على مواقع سياحيه متميزه تشكل لوحه بديعه تدفع ساكنه مدينه النعمه الى الاسترخاء في اكنافها والتمتع باحلى صورها. هاي المدينه حبها الله بخريف الحمد لله زين هاي السنه، وتساقطت كميات من الأمطار معتبرة الحمد لله على الولاية، ومما ولد البهجة والسرور في ساكنة المنطقة بصورة عامة الحمد لله، وخاصة أن هذه الولاية الحمد لله أعطاها مولانا بلديات سياحية ومناظر خلابة الحمد لله. كيفت عندها مثلا من هون لحد قابل طريق الأمل عنده بلديات ينقال مزمزم، عنده مقام، عنده وركن، عنده بيكادوس، هو خارج مناطق الشرق على طريق ينقالها طريق مرش، فيه صاليات كيف صالة ام العكاريش، وعندنا البهقة، وعندنا قلت ان قالها قلت السبع الساحل تقع شمال المدينة، وعندنا ام الانقيادي بالطبع هذا المعلم معلم سياحي ومعلم الناس الحمد لله كاملة تعرفوا خلدوا الأدب الموريتاني. جو النعمة فتبارك الله السنة زين ما شاء الله، وخالقة مقام ملي زين ما شاء الله، ذو الأيام فتبارك الله الشاهدة جو خريفي زين ما شاء الله ممتع ما شاء الله، جبرت ياسر من الأمطار تبارك الله، وياسر من العسر تبارك الله اللي قادمين من العاصمة نواكشوط ما شاء الله، ياك أنهم يحضروا في جو الخريف الزين والمناظر الخلابة الزينة تبارك الله، ضواحي المدينة والبن خالق الحمد لله يخلق منه شيء ما شاء الله تبارك الله، والناس بدأت فتبارك الله بارتياح ترتاح الجو الخريف الزين ما شاء الله. تباهى الأرض إن بلغت مداها، وهذه النعمة الغراء تباهى، لها السجادة الخضراء اطمأنت ودوحت التلال على مداها، ورفرفت السحاب بجانبيها وعانق أرضها حبا سماها، توازن أرض ربك في جلال وتنفث في جوانبها نداها.